كتير مننا عايز يقوي مناعة ابنه، فبيروح للدكتور أو بيروح للصيدلية وعايز يجيب فيتامينات عشان يقوي المناعة بتاعة ابنه، يجيب فيتامين A، فيتامين B، فيتامين C، ممكن فيتامين D، ممكن أنتي أوكسيدانت أو مضادات أكسدة، ممكن حديد وممكن زنك وممكن معادن كتير، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ معاكم الدكتور تامر وهنتكلم في الفيديو ده عن إزاي نقوي مناعة أولادنا. الحقيقة إن المعادن اللي أنا قلتها والفيتامينات اللي أنا قلتها في البداية هي فعلا مهمة جدا لبناء جهاز المناعة عند أولادنا، لكن الفكرة في المصدر بتاعها. الأفضل إن الطفل ياخد الحاجات دي والفيتامينات دي عن طريق الطعام، مش عن طريق أقراص ولا عن طريق أدوية. كمان اتباع نظام حياة صحية للطفل هو ده أكبر حاجة وأحسن حاجة بتحسن جهاز المناعة عند الطفل. تعالوا نعرف إيه هي التعليمات المهمة عشان نرفع ونقوي جهاز المناعة عند أولادنا. أولا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية بتوفر للطفل العناصر الأساسية اللي بيحتاجها عشان يبني جهازه المناعي، بالإضافة طبعا إن هي بتعمل رابط نفسي قوي بينه وبين أمه، وده مهم جدا في تطوير جهازه المناعي. ثانيا النوم. لازم الطفل ينام فترات كافية، لأن النوم مهم جدا في نمو جسم الطفل ككل وبالتالي نمو جهاز المناعي هو كمان، فلازم النوم فترات كافية جدا بالليل، وكمان ممكن ياخد أيلولة كده في وسط النهار. ثالثا ان احنا ندي للطفل فاكهة وخضار كتير طبعا لما يبدأ ياكل، لان دول بقى اللي فيهم العناصر والفيتامينات اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الفيديو، زي مثلا فيتامين سي اللي موجود في البرتقال، في السبانخ، في العنب، في اليوسفي، في البروكلي والفلفل وغيرها. كمان فيتامين بي 6 اللي موجود بشكل اساسي في اللحوم، موجود برضو في الخضروات الخضراء وفي الحمص. فيتامين اي اللي موجود في السبانخ وموجود في الفلفل وموجود في الحبوب الكاملة، زي مثلا الفول، فاصوليا، بسلة وهكذا. مثلا كمان فيتامين A اللي موجود في الجزر، موجود في البطاطا، موجود في المشمش، وموجود في الكنتالوب. دي كده أمثلة سريعة، لكن الخضروات والفاكهة مهمة جدا جدا، وتقدر تدخل على النت وتشوف كل عنصر موجود في أنهي فاكهة وفي أنهي خضروات بالظبط. رابعا الاهتمام بالنظافة العامة بالنسبة للطفل، يعني يغسل ايده قبل ما ياكل بالصابون طبعا، يغسل ايده بعد الحمام، يغسل ايده بعد ما كان بيلعب بره ودخل البيت لازم يغسل ايده كويس. خامسا ان احنا نشجع الطفل انه يلعب بره ويمارس رياضة، لان خروجه للبيئة الخارجية ده بيطور كتير من جهازه المناعي. يعني مش لازم نقفل على اولادنا بشكل كامل وما يخرجوش وما يلعبوش في الشارع وما يلعبوش في مكان مفتوح، الكلام ده غلط. لازم يتعرف على البيئة الخارجية وجهازه المناعي كمان يتعرف عليها. كمان ممارسة الرياضة بتحسن وظائف جسمه الحيوية ككل، وكمان حالته النفسية طبعا. كمان خروجه بره ده هيعرضه لضوء الشمس الغني طبعا بفيتامين دي. سادسا المحافظة على وزن الطفل ومنعها من الزيادة. كنا زمان بنخاف اكتر من النحافة وسوء التغذية، دلوقتي هو سوء تغذية برضه لكن للزيادة للسمنة، ومشكلة سمنة الاطفال بقت مشكلة كبيرة دلوقتي، بتعرض الطفل لامراض كتير جدا منها السكر طبعا، وكمان طبعا بتضعف جهازه المناعي، فلازم الوزن المثالي لاطفالنا. سابعا ان احنا ما نديش لاطفالنا اي ادوية بدون داعي، وخصوصا المضادات الحيوية، لان المضادات الحيوية بشكل كبير بدون داعي طبعا بتضعف مناعة اطفالنا، وعشان كده لازم ما تتخدش الا باستشارة الطبيب. تامن حاجة ان احنا ندي للطفل التطعيمات الاجبارية بتاعته طبعا، كل شخص حسب بلده، لان دي مهمة جدا في الوقاية من امراض كتير كانت منتشرة طبعا حسب كل بلد. تاسع حاجة تهوية البيت، لازم نخلي الهواء اللي جوه البيت ده بيتغير، نفتح الشبابيك ونغير الهواء ونعرضه شوية للشمس، ونبعد عن التدخين السلبي، وما يكونش حد طبعا بيتدخن جنب الاطفال ولا في المكان اللي موجود فيه الاطفال خالص. عاشر حاجة ان الطفل لازم ياخد حصة من السمك مرة في الاسبوع، وكمان ياخد كمية كافية من اللحوم والفراخ على مدار الاسبوع، عشان ده بيوفر له فيتامين ب وبيوفر له عناصر كتير مهمة عشان يبني جهازه المناعي بشكل سليم. واخيرا الطفل لازم ياخد كمية من المية بشكل كويس، لان المية دي بتساعد على التخلص من السموم في الجسم وبتساعد ان الجسم كله يقوم بوظائفه بشكل كويس. وفي النهاية احب اشكركم، ما تنسوش اشتركوا في القناة، اعمل لايك وشير، وشكرا لكم.